مساء الخير مشاهدينا الكرام، وحلقة جديدة من برنامج الشأن الهام، نتابع من خلالها آخر التطورات السياسية في الكويت محليا دوليا وإقليميا. ولكن موضوعنا اليوم هو موضوع مهم جدا، وهو قانون الإعلام الإلكتروني. هذا القانون الذي يعني إذا تم ربما يغير شكل الحياة الإعلامية الكويتية، ونناقش هذا القانون اليوم مع المختصين في هذا المجال. بداية نرحب بالسيد محمد العرادة، رئيس تحرير جريدة الإرادة الإلكترونية. حياك الله محمد، شكرا لتلبية هذه الدعوة. وأشكركم على هذه الدعوة، وكذلك أشكر مؤسسة الوطن الإعلامية على اهتمامها بهذا الموضوع. طول عمرك. كما أتشرف أيضا باستضافة المحامي عبد الرحمن الطاحوس، عضو مجلس إدارة جمعية المحامين الكويتية. حياك الله. الله يحييكم، شكرا لتلبية هذه الدعوة. احنا بالعكس مستعدين احنا للرد على أي نواقص قانونية عبر تلفزيون الوطن. حياكم الله. أبدي معك محمد، تاريخي يعني بدأ هذا الموضوع في موضوع قانون الإعلام الموحد إذا تذكر. صحيح. وبعدها زعلوا الصحف الورقية، ورئيس الوزراء قال لهم خلاص يعني راح هذا القانون ما راح نبطله مرة ثانية. طبعا احنا في البداية لابد أن ننوه على هذه القضية، يمكن يغفل عنها البعض أو البعض غير مهتم لهذه المسألة. المسألة ما كانت وليدة اللحظة. منذ سنوات يعني، والوزارة والشيخ سلمان الحمود الوزير يبحث عن هذا القانون. لابد أن نذكر في خصوصا في مجلس الأخ علي الراشد المبطل، يعني تم التطرق لهذا الموضوع عبر قانون الإعلام الموحد، وهو قانون يشمل ثلاث أقسام أو ثلاث جزئيات: قانون الإعلام الإلكتروني، قانون المرئي والمسموع، قانون المطبوعات والنشر. يعني لو نلاحظ في هذيك الفترة وقفت الصحف الورقية يمكن بعدد صحيفة واحدة موقف شجاع وباسل للدفاع عن الحريات، وصدت هذا القانون. حتى يعني تمت مقابلة رئيس مجلس الوزراء آنذاك الشيخ جابر المبارك، وتم وضع هذا القانون في أدراج الحكومة. نجد بعد فترة يعني ومع المجلس الجديد للأسف، خصوصا مطلعا من الصيف اللي فات، بدأ تداول هذا الموضوع عبر مسألة قانون الإعلام الإلكتروني، بعد تفصيل قانون الإعلام الموحد إلى ثلاث أجزاء. يعني إذا سياسيا إذا وجدت المسألة كبيرة عليك أو لها ردة فعل عليك، لابد أن تقسم هذه المسألة حتى تتغلب، وهذا ما فعلته وزارة الإعلام. وضعت باعتبارها قانون الإعلام الإلكتروني، إحدى الصحف أذكرها جريدة الأنباء نشرت مسودة هذا القانون مبدئيا، صارت هناك ردود أفعال إلى أن انتقلت إلى الحلقة النقاشية في مجلس الأمة، وجدناهم يناقشون الثلاث مشاريع: قانون الإعلام الإلكتروني، قانون المرئي المسموع، قانون المطبوعات والنشر. إذن هو قانون الإعلام الموحد لكن بحلة جديدة وبشكل آخر، مع إزالة بعض المواد البسيطة حتى يلطف ويتم استقباله لدى المتلقي. أبي أسمع تفاصيل هذه الجلسة النقاشية اللي صارت في مجلس الأمة، لكن أبي أنتقل حق الأستاذ عبد الرحمن ورأيك بشكل عام من ناحية كوجهة نظر قانونية بقانون الإعلام الإلكتروني المقترح. طبعا احنا نتكلم عن، بسم الله الرحمن الرحيم، نتكلم عن مشروع قانون لا زال وليد البحث والتعديل. احنا قاعد نتكلم عن مشروع قانون لا يرقى لأن يكون هذا القانون إلا قرارات وزارية مغلفة بغلاف قانون، حتى يكون مغلف بغلاف قانون يطبق عليه تطبق عليه هذا القانون. طبعا من بداية أول مادة حتى نهاية آخر مادة احنا نتكلم عن هدم للركائز الأساسية للإنسانية، ونتكلم عن هدم لحرية التعبير، نتكلم عن مخالفة الدستور، نتكلم عن كسر الأقلام الإعلامية. هذا القانون نفس ما ذكرت لا يرقى ليكون حتى قرارات وزارية، حتى إن كانت قرارات وزارية حتبطل، وأنا كل ثقة إذا أقر بالقانون في هذا الشكل يعني راح يتم عليه الطعن بعدم دستوريته لعدة مثالب في هذا القانون. يعني بدايتها تكلمنا عن شروط مانح الرخصة، شروط الرخصة نتكلم عن السن القانوني ما نقدر نتكلم عنه، نروح حق اللي انه يكون مثلا عنده شهادة جامعية. حرية التعبير لا تشترط ان تكون هناك شهادة جامعية، حرية التعبير مكفولة لجميع المواطنين في شتى اعمارهم وشتى مجالاتهم.
غير محكوم عليه لا بجنحة ولا جناية، بمارس أنا حقي اللي كفل لي الدستور. يعني قاعد المواد قاعد تناقض بعضها. فأعيد وأذكر وأقول أن هذا القانون لا يرقى حتى يكون قرارات وزارية يقدر أنه يستخدمها وزير الإعلام ويفرضها وحنبطلها. واضح. الجلسة النقاشية عطني قصتها من بدايتها إلى نهايتها. قبل أن ننتقل للجلسة النقاشية ودي أعقب أيضا على كلام أخوي الطاحوس مؤيدا لهذا الكلام. مسألة هذا القانون يعني هو قانون غير شرعي، ومثل ما تطرق له احنا اذا تم اقرار هذا القانون غير شرعي سنلجا للمحكمه الدستوريه لمحاربه هذا القانون، لان مواد الدستور واضحه. الماده 30 تنص على ان الحريه الشخصيه مكفوله، الماده 37 تنص على ان حريه الطباعه والنشر والمعلومات والصحافه مكفوله ايضا. فان تم اقرار هذا القانون غير الدستوري وغير شرعي لن نتعامل معه، وسنلجا للمحكمه الدستوريه حتى يتم ازاله هذه الشبهات الدستوريه. اذا كان المجلس لا يستطيع أن يقف صادا لهذا القانون أو هذا المشروع سيقف الشارع الإعلامي في الكويت حتى يثبت جدارته في هذه المسألة، لأن مسألة الحريات للأسف في الكويت بدأت تتراجع في الآونة الأخيرة، وبدأت الكويت تتراجع إلى مراكز متدنية جدا. بدأت هناك بعض الدول غير الديمقراطية للأسف تسبق الكويت في هذه المسألة. نجي للحلقات النقاشية، وقبل لا أدش الحلقات النقاشية، بعض المستشارين للأسف استشهدوا في بعض الدول العربية غير الديمقراطية التي أقرت مثل هذه القوانين. فأيضا وجههم رسالة، إذا كانوا يريدون أن يمتثلون في بعض القوانين يجب أن ينظروا لدول متناسبة ومتناسقة مع دولة الكويت، كون الكويت دولة شبه ديمقراطية في هذه المسألة. فما يجوز أنك تحط لي قانون لا يتعامل مع مسائل الحريات عندك، لا يتعامل مع أبى القوانين وهو الدستور عندك، وتجي وتشرع لي قانون غير شرعي وغير دستوري. إذا كنت لا تفقه في الدستور فاجلس في بيتك جزاك الله خير، واعطي الفرصة لغيرك في هذه المسألة. مسألة الحلقات النقاشية احنا جلسنا مع المستشارين، حتى اكون منصف ما اكون يعني مهاجم الى ابعد مدى، يعني هي دعوة مشكورة من الاخ عودة رويعي رئيس اللجنة التعليمية في هذه المسألة. جلسنا طبعا مع المستشارين في هذه المسألة، وانا كان عندي رسالة قبل ابتدي في هذا الموضوع. وزير الشباب ووزير الاعلام هو اليوم ايضا وزير للشباب، فبدلا من اقرار هذه القوانين اللي اسميها قوانين قمعيه او مقلصه لحريات الشباب، لماذا لا ينظرون الى مسائل اخرى كالبرلمان الشبابي على سبيل المثال؟ اذا كانوا يستشهدون في بعض الدول غير الديمقراطيه في 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 وضع هذه القوانين، ايضا هذه الدول لديها برلمان شبابي ويعمل بافضل حله. احنا جلسنا طبعا مع المستشارين وتناقشنا حول هذا الموضوع، وجدنا هناك نوعا ما يعني عدم فهم، حتى نكون واضحين وصريحين، عدم فهم لماهية موضوع قانون الإعلان الإلكتروني. أطرح بعض التساؤلات أجد بعض المستشارين يغردون خارج السرب في مسائل أخرى لا تتطابق مع هذه المسألة. طبعا حضر هذه الجلسة مجموعة من ملاك الصحف الإلكترونية، مجموعة من الأخوة في وزارة الداخلية في الإعلام الأمني، وكذلك مجموعة من القانونيين والمستشارين، وعلى أبرزهم يعني الأخ الدكتور محمد الفيلي، اللي يعني استغرب من مسألة تراخيص الصحف الإلكترونية. اليوم الصحف الإلكترونية مرخصة في الخارج، تعمل في الخارج، الدومين كله في الخارج، فكيف ترخص صحف إلكترونية وهي غير تابعة لك؟ وكيف ترخص مواقع تواصل اجتماعي وهي غير تابعة لك؟ هي تابعة لملاكها في الولايات المتحدة الأمريكية، في 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 بريطانيا وغيرها من الدول. ف يعني مسألة غير واضحة وغير منطقية. إذا تطرقنا للحلقات النقاشية عن كثب، نجد على سبيل المثال أبسط المسائل، يعني بعد التعقيب وبعد عرض آراء المستشارين لآرائهم في الجلسة والحلقة النقاشية، طرح تساؤل عن تعريف الصحيفة الإلكترونية. اليوم أخوي عبد الوهاب إذا وجدنا الصحيفة الإلكترونية نجدها مطابقة للصحيفة الورقية، وعشان كذي أقول لك أستغرب من القانونيين أو المستشارين اللي وضعوا مثل هذا القانون غير القانوني. تعريف الصحيفة الإلكترونية على سبيل المثال يقول لك هو موقع إعلامي إلكتروني يقدم من خلاله المحتوى الإلكتروني المتضمن الأخبار والموضوعات والمقالات ذات الطابع الصحفي أو الإعلامي، وتصدر في مواعيد منتظمة وغير منتظمة. هذه صحيفة ورقية، ما هي صحيفة إلكترونية. صحيفة إلكترونية اليوم تنقل وسائط متعددة. الصحيفة الإلكترونية ما كانت صحيفة إلكترونية لو قلصت في هذه المسألة. اليوم الناس بدأوا يلجؤون للصحف الإلكترونية لأنها أكثر تداولاً في المعلومات، أكثر وضوحاً في المعلومات. أنا لما أقرأ الصحيفة الورقية تأتيني متأخرة
وما أشوف إلا ثاني يوم ومجرد خبر باهت، يعني مع فائق احترامي للصحف الورقية. أما الصحيفة الإلكترونية اليوم تنقل لك من أرض الحدث ما الذي يجري بكل ما يجري، سواء بالفيديو أو بالصوت أو أيا كان بالصورة، وتكون أكثر واضحة في هذه المسألة. عندما ناقشنا هذا المشروع وجدنا مثالب كبيرة، خصوصا من الأخوة المحامين، اعترضوا على مسائل كثيرة واعترضوا على يعني 90% من هذا القانون، وأيضا الأخوة يعني الأخوة اللي موجودين، واستغربنا من بعض النواب خارج اللجنة التعليمية حضروا، وهذا حق لهم، لكن بدأوا يعني يصفون هذا القانون بأن قانون أفضل من القانون اللي موجود في الولايات المتحدة الأمريكية للحريات الصحفية وبريطانيا، وهذا أمر مستغرب. تطرقنا لأبرز النقاط، أنا ودي أعطيك أبرز النقاط إذا تسمح لي. بس قبل أروح حق أبرز النقاط، أنا عندي فاصل قصير بأخذه وبعدين نرجع حق الطاحوس ونكمل حق عودة لكم مشاهدينا الكرام. بعد هذا الفاصل القصير ينضم إلينا الآن الأخ فيصل الصواغ، رئيس تحرير جريدة دسماء الإلكترونية. حياك الله أخ فيصل، وتعليقك على موضوع حلقة اليوم وهو مقترح قانون الإعلام الإلكتروني. الله يحييك أستاذ عبد الوهاب، أحييك وأحيي الأساتذة والضيوف والسادة المتابعين والشأن الهام. صراحة أخي العزيز، أرى أن الحكومة والمجلس توافقوا لإخراج قانون الإعلام الإلكتروني بهذا الشكل الذي أراه أنا مشوها ومشبوها، الذي يقيد الحريات العامة ويخالف الدستور. وسأذكر لك مادة واحدة، وهي قيام وزارة الإعلام على نحو مجبر وملزم لأصحاب المواقع الإلكترونية بالحصول على ترخيص، وإلا جاز للوزارة حجب الموقع من قبل وزارة المواصلات. أخي عبد الوهاب، كل مطلع على الدستور يرى أن هذا أمر يتعارض مع نص المادتين 36 و37 من الدستور، اللي يكفلون حريات الرأي والتعبير والصحافة، وتلك الحريات لا يجوز أبدا مصادرتها بذريعة التنظيم، وهو أمر يخالف حق الملكية الخاصة اللي نص أيضا عليه ذات الدستور في المادة 18. وهذا الأمر جعلنا نقول أنه لا ينظم وإنما يكمم الأفواه، وهذا ما تريد أن تصل لها وزارة الإعلام. بصراحة أخي عبد الوهاب، دائما أسمع تصريح الوزير على أن هناك تعاون لتطبيق هذا القانون المشوه، وسؤالي عن أي تعاون يتحدث سعادة الوزير وهو لم يجتمع لحد هذه اللحظة مع أصحاب الصحف والمواقع الإلكترونية ولم يستمع إلى آرائهم من الأساس. فواضح أنها عملية استبداد، وما يحصل من قبل السلطتين في مجلس الأمة له دلالات سلبية، ويضع علامات استفهام كبيرة بشأن مقاصد الحكومة من هذا القانون. ولعلمك أخي عبد الوهاب والأخوة الضيوف، الحكومة اللي تخشى الإعلام هي تلك التي لديها ما تخفيه عن الناس. واليوم يأسفنا انحياز مجلس الأمة الحكومة في خندق التضييق على العمل الإعلامي. نعم. طيب أخ فيصل، أنا أسألك سؤال، أنت الآن عندك مشكلة مع مبدأ قانون الإعلام الإلكتروني، يعني هل أنت برأيك أن يجب أن تستمر الكويت بلا قانون للصحافة الإلكترونية، لأن لا يمكن لوزارة الإعلام أن ترخص مواقع مملوكة للخارج على سبيل المثال، أم أنت لا والله ما عندي مشكلة، حطوا لنا قانون ينظم عملنا ولكن مو بهذا الشكل، أنت إلى أي رأي تتجه؟ أنا المسودة الحالية أستاذ عبد الوهاب أنا أرفضها جملة وتفصيلها، ولا راح أتناقش فيها لأنها مرفوضة بالنسبة لي. نعم. وأنا مع التنظيم، ما حد ما يبي بالكويت أي تنظيم كان، لكن المفترض على الوزارة أن تستدعي أصحاب الشأن للمشاركة على الأقل في كتابة هذا أعتبره دستور الإعلام الإلكتروني. أنا بدوري كوني صاحب جريدة ورئيس تحريرها مع بعض الأخوة أصحاب الجرائد، قمنا أو تقدمت لإنشاء اتحاد عام لملاك الصحف الإلكترونية، وانتهيت فعلا من إنشائه، وخلال أسبوع إلى أسبوعين إن شاء الله سأعلن عنه رسميا باتفاق مع أصحاب الصحف الإلكترونية. وهذا الاتحاد أستاذ عبد الوهاب سيمارس دوره القانوني في التصدي لهذا القانون ومواجهة رغبة الحكومة في تقييد الحريات عبر تشريعات أرى أنها تدس فيها سم العسل. وبعد هذا الاتحاد سننشئ إن شاء الله نقابة للعاملين في الصحافة الإلكترونية من جميع الأطياف لتدافع عن حقوقهم ومكتسباتهم الإعلامية. أريد أن أختم أخيرا أخي عبد الوهاب إذا سمح للوقت، بس تفضل أقول للحكومة لو كانت جادة
في إصدار تشريع يوازن بين أهداف تنظيم المجال وبين متطلبات استحقاقات هذا الحق الكبير من الجهة الإعلامية في العالم الإلكتروني، لحرصت على أن تستمع إلى رؤى أصحاب التخصص، لا أن تقدم قانون على حسب مسودته التي نتحدث عنها الآن. نعم. وهي مسودة أنا أراها مش فعلا مشوهة، والتي نعم. تحتوي على مخالفات صارخة للدستور وتوجهات الحريات. واضح جدا، واضح جدا. كل الشكر لك أخ فيصل الصواغ، رئيس تحرير جريدة دسمان الإلكترونية. أنتقل حق أخوي عبد الرحمن طاحوس. هل يحق للدولة ترخيص أمور مملوكة للخارج؟ يعني على سبيل المثال، أنت شلون تبي أنا موقعي الإلكتروني الدومين مثلا واليوزر نيم والأمور هذه كلها لشركات أمريكية بالأصل؟ فنعم وزارة الإعلام تبي يعني تسيطر أو ترخص هذه العملية، هل يجوز ولا ممكن يكون لها آلية للتنظيم؟ طبعا احنا خلنا نرجع حق الآلية التنفيذية لهذا القانون. الآلية التنفيذية هي مبهمة ومو واضحة، بس ما أعلنوا عنها. ما أعلنوا اللائحة التنفيذية، لا موجودة، اللي هي طرق التنفيذ على كل من يخالف هذا القانون. اللي هي عن طريق وزارة المواصلات، أترى وزارة المواصلات هي اللي تكتب. بس اللائحة التنفيذية حق أي قانون عبد الرحمن تطلع بعد إقراره، مو قبل. أنا فاهمك، بس القانون نفسه. أي. المشروع نفسه. أي. في ذكر لي تتولى المادة 11، تتولى الوزارة التنسيق مع وزارة المواصلات في شأن اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لتمكين المرخص لهم عن طريق وزارة المواصلات. واضح. لأن في يعني أنت عارف الاتصالات والأمور هذه الفنية خاصة بوزارة المواصلات، لذلك احنا قاعد نتكلم نفس ما ذكر اخوي محمد. على سبيل المثال شركه تويتر مكانها الشركه الام في امريكا، وانا اتحدى اي حكومه تقدر توصل حق اي معلومه بالشركه هذه، لان هذه الشركه لها سريه ولها قاعده بيانات لا يمكن الافصاح عنها. لذلك احنا خلينا نطرح تساؤل اخر اليوم، شلون احنا راح ننفذ هذا القانون اذا انا ما عندي آلية معينة مثلا محمد خالف، شلون أنا بمسكه؟ شلون أنا بخالفه؟ خلينا نفترض على سبيل المثال أن أنا سويت جريدة وما طلب ما رخصتها. إيه؟ أنت يا حكومة شلون تبين تجين تعاقبيني أنا كجريدة؟ خاصة في المادة 19 في غرامات. غرامات طبعا على اللي ما ينضم تحت مظلة القانون. طبعا الغرامة هاي ديبوزيت، يعني اليوم تحط انت المبلغ 5000 او 10000 تحطه في رصيدك وينخصم منه الغرامه. لا من انا الوزارة نفسها. انا اكلمك لو انت اشتغلت كجريده الكترونيه وما رحت وزاره الاعلام طلب ترخيص. اي هذا الكلام اللي قاعد اتكلم عنه. انت يا وزاره الاعلام شلون راح تنفذين علي ان انا مخالف وان انا ما رخصت هذه الجريده؟ طبعا لا تملك الحكومه، انا قاعد اقول لك وانا مسؤول عن كلامي. بس وزاره المواصلات ما تقدر تقول لك مبلا انا مبين عندي ان الاي بي ادرس هذا طالع من الكويت. الاي بي ادرس زين، احنا نتكلم اليوم. طيب انا خليني اجي لك انا على نقطه اهم وابعد وتساند النقطه اللي انت ذكرتها. انا ليش ما يكون عندي قانون شامل يتكلم عن الجرائم الالكترونيه؟ ليش قاعد اتكلم انا عن فئه معينه او عن مجموعه معينه انا ابي اطبق القانون عليهم وابي اسوي كذي اذا انا ما ابي اطبق عليهم؟ ليش ما اسوي لي قانون شامل يتكلم عن الجرائم الالكترونيه، سواء كانت عن طريق التليفون، سواء كانت على الواتساب، سواء كانت على تويتر، سواء كانت على المواقع الالكترونيه؟ حط لي آلية معينة، احنا مع التنظيم مو ضد التنظيم. اعتقد في يعني مقترح قاعد يصاغ لقانون الجرائم الالكترونية، بس ماني متأكد منه. لا الى الان ما سمعنا ان في قانون، فاحنا محتاجين، لان هذا القانون يعني اليوم خطر انك انت تطبقه. هو القانون هذا قاعد يتعارض مع قانون الجزاء. الحين اذا انا اسأت في احد الوسائل اللي ذكرها لي هذا القانون، تطبق علي قانون الجزاء ولا تطبق علي قانون الاعلام الالكتروني؟ في تضارب وفي مخالفة للدستور. فاحنا قاعد نتكلم، قاعد نقول حط لي آلية واضحة وعامة وشاملة حق الكل. انت لا تحط لي حق فئة معينة، حط لي قانون الجرائم الالكترونية بشكل عام وخلي الجميع ينطلق. انا ليش خايف من بس القنوات اللي هي اليوتيوب والى اخر والصحف الالكترونية؟ حددت لي جزء معين، خليني اكون انا شامل وخليني اواكب التطور الحاصل في الدول. انا بعطي اقتراح ومجاني لوزير الاعلام وللحكومه. في شخصيه نظاميه او في نظام يستخدم في الدول المتطوره اسمه الامباسدور مان. هذا النظام يتكلم عن
جهاز أو نظام بالدولة تنشأ الدولة تكون مهمتها متابعة المخالفات ومتابعة اللقط الواقع في أي مكان أنا أسوي عليه أطبق عليه القانون إلكترونياً إلكترونياً رصد يعني رصد يعني نظام رصد يسمونه الامباسدور مان. أحط النظام هذا وإذا أنا احتجت بطبق على عبد الوهاب أو على صحيفته أنا أطبقه بقانون الجزاء ما دام إحنا ما عندنا قانون ينظم العمل الإلكتروني بشكل عام اللي هو الجرائم الإلكترونية أقدر أطبقه بقانون الجزاء. فالنظام هذا يجمع المستندات ويحط لي الوثائق لما أي أنا أسأل عن عبد الوهاب يعطيني الريكورد كامل شنو المخالفات اللي سواها فأنا هني أقدر أنا أطبق عليه بشكل صحيح. خلونا نتطور خلونا نواكب الحضارة الحاصلة في المجتمعات الدولية. واضح جدا. أنا قاطعتك محمد كنت قاعد تكلم عن نقاط تبي تناقشها اللي صارت في الجلسة النقاشية بإذن الله راح نطرق لها لكن بالبداية أحمد الله بأن تويتر غير مملوك لحكومتنا العزيزة. النقطة الثانية نقابة الإعلام الإلكتروني اللي تطرق لها الأخ فيصل الصواغ مشكور على هذه المسألة. إحنا حاليا بالفعل قاعد نؤسس نقابة تابعة لمنظمة الأمم المتحدة تخص مسألة الدفاع عن الحريات وعن الإعلاميين. النقطة الثالثة أنا ودي أصرح فيها عبر الوطن يعني من أحد الأشخاص وأنا مسؤول عن كلامي المسؤولين أيضا صرح بأن المستهدف من مشروع قانون الإعلام الإلكتروني ما هي الصحف العادية أو المشاريع الشبابية حسب كلامه، المستهدف الرئيسي والأساسي من ذلك هي صحيفة الوطن وقناة الوطن. أغلقت صحيفة الوطن بدأت تبث عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبر موقعها إلكترونيا فما وجدت يعني ما وجدوا أي مسألة لكبت هذه المسألة فلجأوا لهذه المسألة. النقطة اللي تلي هذه النقاط ودي أتطرق لبعض القوائم أو النقاط الغير مقبولة عقليا يعني على حسب المادة 3 على سبيل المثال تتولى الدولة رعاية ودعم المواقع الإعلامية. عندما سألناهم على ماهية الدعم لم نجد أي إجابة حول هذه النقطة. مسألة المادة 4 يسري هذا القانون على وكالة الأنباء أو وكالات الأنباء الإلكترونية، هل تبي تقنعني بأن وكالات أنباء عالمية مثل رويترز وغيرها تلجأ لوزارة الإعلام الكويتية حتى تبث أخبار عن الكويت؟ هذه مسألة غير منطقية. مسألة الخدمات الإخبارية صرح وزير الإعلام بأن الخدمات الإخبارية ومدونات غير تابعة ونجدها تابعة. مسألة البند 7 خطر جدا. الخدمات الإخبارية في التويتر هذه مشمولة في الإعلام الإلكتروني؟ على حسب المشروع اللي قدامي تصريح وزير الإعلام كان واضح جدا بأن مدونات والخدمات الإخبارية اللي بتويتر غير مشمولة. واضحة كانت. طيب هني حاطين الخدمات الإخبارية ومنصوص بأنها مشمولة. وفي نقطة أهم اليوم الدولة يمكن يقصدون الخدمات الإخبارية التابعة للصحف الإلكترونية المرخصة. غير محددة عندما يعني سألناهم أي شخص جريدتك مثلا جريدة الإرادة. إيه؟ جريدة إلكترونية لها موقع ولها أكاونت في تويتر، هذا الأكاونت هو خدمة إخبارية من ضمن القانون. هو المنصوص أن الخدمات الإخبارية مشمولة في هذا القانون حتى عندما سألناهم عن المسألة هذه ضمنوها في هذه المسألة. وفي مسألة أخطر وأهم بعيدا عن الصحافة وبعيدا عن الإعلام الإلكتروني. اليوم نسمع بأن الدولة تدعم المشاريع الصغيرة ووزارة الشباب تدعم هذه المسألة ووزير الشباب هو وزير الإعلام. نجد البند رقم 7 من المادة رقم 4 ينص على أن المواقع الإعلانية التجارية الإلكترونية مشمولة في هذا القانون. اليوم الشاب إذا عنده 15,000 ولا 20,000 يفتح له مشروع صغير راح يكلفه بعد 5,000 زيادة كتسويق. فمسألة غير مقبولة. عندك أيضا بس هذه ممكن توضحها أكثر شوي. مسألة الإعلان التجاري شمول المواقع الإعلانية التجارية الإلكترونية ودخولها في هذا القانون. يعني مثال على سبيل المثال أنت اليوم عندك مطعم ولا أنا عندي كافيه ولا أيا كان أيه؟ بسوي له تسويق بالسوشيال ميديا على حسب المشروع اللي أمامي أيه؟ لابد أني أدفع ترخيص أرخص موقعي للمطعم بمبلغ يعني يعتبر ثلث ميزانية المشروع كله. هذه نقطة. وفي نقطة مهمة جدا المادة رقم 10 كانت في المشروع السابق اللي في الصيف السابق المسودة التي عرضت في المسألة الأولى كان عنوانها المادة رقم 9. اليوم نجدها المادة رقم 10 يصدر الوزير خلال 30 يوم من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا للشروط المحددة قرارا بالموافقة على إصدار الترخيص أو رفضه، طبعا بدون إبداء الأسباب. بعد ذلك إذا ما أبدأ أسبابه ترد له 30 يوم ثانية المجموع 60 يوم، بعد ذلك 30 يوم أخرى ثم تلجأ للقضاء الكويتي.
فمسألة مطولة. إذا كان بينك وبين الوزير عداء شخصي أو موقف مسبق ممكن ما يرخص لك ويماطل وياك وخليك تلجأ لمسألة القضاء بعد ممكن تمر سنة أو سنتين يلا تبلش بمشروع صحيح ميزانية أجارات ورواتب. بالضبط. راح أستكمل هذا الحديث معاك محمد لكن بعد فاصل قصير. عودة لكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل القصير وعودة لضيوفي داخل الاستوديو وعبد الرحمن طاحوس وقراءتك لما بين سطور هذا القانون كيف تفسره؟ نقول تمخض الجبل فولد فأرا. المشروع هذا أشبه بحظيرة وراد بها أن أدخل هذه جميع هذه الجرائد أو المطبوعات الإلكترونية إلى حظيرتي كي أتحكم فيها متى ما أبي أعطيها يعني الأكل أعطيها إياه وتكون تحت سمعي وطاعتي متى ما أبي أشيل عنها الأكل صارت متوحشة وأقدر أن أنا أطبق عليها هذا القانون. هذا القانون لا يرقى لأن يكون قانون قمعي مخالف للدستور كابس للحريات محبط للشباب. لا يمكن القبول ولا يمكن لأي عضو من أعضاء مجلس الأمة وأنا يعني أحمل المحامين في مجلس الأمة أو القانونيين وكل أعضاء مجلس الأمة أحملهم أمانة التصويت على هذا القانون إذا أدرج على جدول أعمال مجلس الأمة لأن هذا مخالف القانون وأحمل المحامين المسؤولية إذا صوتوا على قبول هذا القانون إما تعديله وصياغته بالشكل القانوني الصحيح وإما إزاحته عن جدول الأعمال. في عندنا معضلة وخلل تشريعي واضح في هذا المشروع يعني يجب علينا هدم جميع هذه المواد ونفس ما ذكرت لك قلت لك أنا ماني محتاج القانون هذا أنا محتاج قانون يشمل لي الجرائم الإلكترونية بشكل عام. اليوم إحنا قاعد نضغط على القضاء وقاعد نحمله يعني فوق حمل زيادة وما هم محتاجينه. لما أحط القانون هذا وأحط أي جريمة يعني بعد ما يدرج القانون هذا يترتب على أي مخالفة أو أي جريمة ودرجها للمحكمة المحكمة راح تقول لي أنا أيه أطبق قانون الجزاء ولا قانون المرئي والمسموع ولا قانون الإعلام الإلكتروني فوضعتونا في حيرة يا حكومة. أنا أقول وضعتونا في حيرة رسولكم على بر حطونا قانون شامل وإحنا نعين ونعاون ونساعد وجمعية المحامين فاتحة أبوابها لأي مساعدات قانونية أو أي صياغة قانونية يعني سواء كانت لمجلس الأمة أو للحكومة أو لأي قانون يدرج من قبلهم إحنا مستعدين أن نشارك فيه ونحطه ونعده بالشكل الصحيح واللائق. واضح مستمر في تعقيبك على بعض مواد القانون. بالضبط. أنا بتطرق لنقطة مهمة ومسألة مهمة جدا وهي طامة كبرى يعني نعم. المادة رقم 11 بعد إذن كان نبي نختصر يعني كل ملاحظاتك لأن خلاص تقريبا الوقت انتهى. المادة رقم 11 أخ عبد الوهاب يعني ينص على أن الصحف الإلكترونية ترخص ب5000 دينار والقنوات المرئية والشاملة ترخص بمبلغ 10000 دينار. هذه المسألة لم تراعي بها وزارة الإعلام الشباب. اليوم ممكن الشاب يلجأ لبعض التيارات السياسية سواء في الكويت أو خارج الكويت ويتلقى هذه الأموال مقابل دعم هذه التيارات أو إيصال رسائل هذه التيارات وقد يؤثر هذا على الأمن الوطني في الكويت. ألم تراعي وزارة الإعلام هذه المسألة؟ بعض الشباب ممكن قد لا يجد المسألة هذه المادية ويقول لك أنا ما عندي المسألة هذه لكن أبي أحافظ على واجهتي ألجأ لبعض التيارات الخارجية في الكويت الراديكالية أو غيرها أو في الكويت أيضا توجهني وتسيرني متى ما تشاء وكيف ما تشاء مقابل أني أستمر في هذا المنصب وهذا سيؤثر مستقبلا على الأمن الوطني في الكويت. مسألة أخرى المادة 15 مادة فيها انتهاك صارخ جدا على الحرية الشخصية. تنص المادة 15 يجب على المرخص له اختار الوزارة بأي تغيير للبيانات الخاصة بالموقع. يعني اليوم عبد الوهاب مثلا عنده موقع أو محمد عنده موقع أو الأخ عبد الرحمن عنده موقع لابد أن يسلم كل البيانات الخاصة بهذا الموقع إلى وزارة الإعلام حتى أن تم إيقافك يتم اختار المتابعين بأن تم إيقاف الصحيفة. طيب على سبيل المثال يعني علاوة على التعدي الصارخ على الحرية الشخصية المكفولة وفق المادة 30 من الدستور
ممكن يتم تهكير هذا الموقع او موقع التواصل الاجتماعي وتلجا الوزاره تقول لك لا والله ما بيدنا شيء وكذا، وهذا يعتبر علاوه على ان تعدي صارخ في تجاوز في هذه المساله. الماده 19.5 بند الغرامات، بالغرامه التي لا تقل عن 3000 دينار ولا تزيد عن 10000 دينار كل من يمارس اي من الانشطه المنصوص عليها في هذا القانون دون الحصول على ترخيص، وفي تناقض، الماده 4 يسري هذا القانون عليه. فاللي ما يرخص هني عقوبته اعلى من اللي مرخص، والماده 4 تنص على وجوب الترخيص. نعم. ففي تناقض في القانون نفسه، واعتقد المستشارين اللي كاتبين هذا القانون يعني ممكن كل واحد كاتب له بند او كل واحد كاتب له ماده واجمعوه ووضعوه نعم. لنا. نعم واضح، كل الشكر لكم يعني ضيوفنا محمد العراده رئيس تحرير صحيفه الاراده الالكترونيه، والاستاذ المحامي عبد الرحمن طاحوس عضو مجلس إدارة جمعية المحامين الكويتية، على تعقيبكم على موضوع حلقة اليوم وتشريفكم لنا، ونتمنى يعني إن شاء الله أن تصل رسالتكم للأخوة القائمين في وزارة الإعلام لتعديل بعض مواد هذا القانون. وشكر موصول لكم مشاهدينا لمتابعة هذه الحلقة، أشوفكم إن شاء الله الأسبوع الجاي، تصبحوا على خير.